الساحل الشمالي في مارينا 5. من ضمن الانجازات اللي هي احنا بنتكلم بقى شويه بنتكلم في الملعب وشويه نتكلم على الانجازات خارج الملعب. دي من ضمن الانجازات خارج الملعب. محسوسه اكيد الناس حساها بس لازم نعلن عنها. تعالوا نروح لمنتجع النادي الاهلي في مارينا 5 وزميلتنا روزان نصر. اتفضلي يا روزان. كابتن ايمن برحب بيك طبعا وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي وبرحب اكيد بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان بالتحديد من الساحل الشمالي طبعا من مارينا 5 افتتاح منتجع طبعا النادي الاهلي يعني من مارينا 5 تحديدا. خليني اقول يا كابتن ايمن ولكل مشاهدين قناه الاهلي انه يعني الافتتاح حاجه مشرفه بالفعل يعني من اول ما دخلنا احنا تقريبا متواجدين من يعني الساعه 10 الصبح موجودين الاجواء هنا مميزه جدا ورائعه جدا يعني الكل كل ارائهم تقريبا ايجابيه يعني خليني اقول لحضرتك يا كابتن ايمن خدنا اراء كل المتواجدين تقريبا يعني نجوم النادي الاهلي كمان كانوا متواجدين يعني خليني اقول لك ان ارائهم كلها ايجابيه كلهم اكيد بيتكلموا عن الخدمات الموجوده انهم مش محتاجين اصلا يطلعوا بره البيتش يعني كل حاجه متوفره طبعا يعني هنا في المنتجع يعني كمان خليني اقول انه معالي الوزير عمرو فاروق يعني كمان حرص جدا على انه يكون متواجد مع كل الناس المتواجده هنا في المنتجع علشان يسالهم على كل ارائهم ولو في حاجه طبعا محتاجينها يعني لو في حاجه محتاجين يكون يعني تكون موجوده الفتره اللي جايه ده كمان كان حريص جدا على انه يسالهم على كل الحاجات دي. يعني خليني كمان اقول لك يا كابتن ايمن انه الاستاذ محمد الالف يعني مدير منتجع النادي الاهلي وكمان مشرف عام على الافرع كان متواجد معانا بشكل كبير جدا حرص طبعا على انه يورينا كمان الاوتيل من جوه قد ايه هو نظيف يعني وكمان خليني اقول لحضراتكم انه كمان اعضاء النادي الاهلي يقدروا يحجزوا من الافرع الثلاثه ليهم كمان يعني اكيد يعني اكيد خدمات خاصه اكيد لكل اعضاء النادي الاهلي. الحقيقه كابتن ايمن انا مهما وصفت المشهد هنا عمري اكيد ما هقدر اوصفه بالشكل الصحيح. خليني اقول لك الاجواء هنا مميزه جدا الكل هنا مبسوط يعني كان نفسي نطلع قبل كده بشويه علشان كمان اوصل لكم الاجواء من يعني داخلها بالتفصيل ولكن دي كانت كل الاجواء هنا من الساحل الشمالي. بشكرك يا كابتن ايمن وعوده ليك مره ثانيه. شكرا جزيلا زميل العزيز روزان نصر وزي ما بقول لحضراتكم انجاز جديد لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. كابتن اسامه تحدي جديد